يا صدر مجهودات جبارة التي تقوم بها ولاية عين تطوان سعيد محاربة الجريمة وتصدي جميع أشكال الانحراف. استطعنا خلال هذه السنة من قيام بمهام شرطية ناجحة بمجملها تكللت بإيقاف مجموعة أشخاص متورطين في قضايا سواء متعلق الأمر بالسرقات أو الاعتداءات والسرقات بالعنف أو تجارة المخدرات أو تكوين العصابات الإجرامية. استطعنا إيقاف ما مجموعه 20,966 شخص مبحوث عنه. أيضا تمت معالجة مجموعة قضايا 43,350 قضية تجارية. قدم للعدالة 28,439 شخص أي بزيادة 30%. فيما يخص الهجرة الغير الشرعية تمت معالجة 885 قضية متعلقة بالهجرة غير مشروعة. فيما يخص تجارة المخدرات، ولاية أم تطوان قامت بمجهودات جبارة وغير مسبوقة، كانت مؤشرات قياسية. تم حجز مجموعة المخدرات، تم إيقاف مجموعة أشخاص بزيادة 25%. هذه المؤشرات القياسية فيما يخص التجارة، خاصة تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة وتجارة المخدرات القوية، تم حجز 1721 كيلوغرام مخدر الشيرة، 1074 غرام من مخدر الكوكايين، 386 غرام من مخدر الهيروين، زيادة على 41,837 قرص مهلوس، أي كما قلت سابقا نسبة زيادة 25%. فيما يخص المجهودات المبذولة على مستوى الأمن المدرسي، فولاية أم تطوان أعطت الأولوية لمحاربة الجرائم التي تمركز أمام المؤسسات التعليمية والتي تشكل خطورة متميزة، كذلك لا فيما يخص إيقافات التي قامت بها ولاية أم تطوان، فيما يخص الاعتداءات على المؤسسات التعليمية، تجارة المخدرات، أيضا التحرش الجنسي. تم إيقاف من مجموعه 442 شخص قدموا للعدالة إما من أجل السكريين أو ترويج المخدرات أو التحرش الجنسي وغيره. أيضا ركزنا في السنة الفائتة على المؤسسات التعليمية فيما يخص التطهير وتوجيه التلاميذ. كانت هناك لقاءات استفاد منها 34,870 تلميذ، همت 121 مؤسسة تعليمية. هذا بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، أكاديمية طنجة تطوان، مع نيابة التعليم مدينة تطوان، كلها كانت هناك تطير التلاميذ توجيههم من أجل خاصة فيما يخص تنوع المخدرات، فيما يخص العنف المدرسي، فيما يخص أيضا التحرش الجنسي، فيما يخص الجرائم الإلكترونية. كل ذلك تم داخل مؤسسة التعليمية، أطره مجموعة شرطيين ومجموعة عناصر الشرطة بالكفاءة المرجوة، وكانت نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكيد أن أيضا سواء في تجارة المخدرات، سواء في محاربة الجريمة، لقاء التواصل فيما يخص الأمن المدرسي، أيضا كانت هناك لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني، لقاءات تواصلية معرفة المشاكل التي يعانونها داخل الأحياء الشعبية، أيضا معرفة المشاكل اليومية التي يتخبطها فيها المواطن. تمت هناك قمنا بمية لقاء تواصلي مع المجتمع المدني ومع الساكنة لمعرفة المشاكل وأيضا المعالجة وتقديم المساعدة والمحاربة في نفس الوقت.
حتى لا أطلع عليكم بولاية أم تطوان تلعبوا دورة في العالم تصدي لجميع أشكال الحرام للجريمة للاعتداءات لجميع السرقات أيضا شهد مدينة تطوان تدني ملحوظ في مجال الجريمة تدني ملحوظ وهذا أسجله أمامكم نظرا لأننا لا نسجل قضايا كبيرة متعلقة بالعصابات الإجرامية لاعتداءات الطرقات كجريمة بسيطة يتم إيقاف المتورطين وتقديمهم للعدالة في أحسن الأحوال وشكرا لكم.